يراجعون بخصوص أي أمر صلح، وطلب السير في الإجراءات القانونية. ونحن على ثقة تامة بقضائنا العادل الذي بإذن الله تعالى سوف ينصفنا في هذا الموضوع، فقضاؤنا مستقل والحمد لله، ولا يقبل أي تموية أو تزوير لا سمح الله، ونحن على ثقة تامة بأن الحق سيعاد إلى أهله. نحن الآن نواجه ضررين. الضرر الأول وهو ما حصل للفيلا والمشروع وتوقف العمل فيه. الضرر الثاني وهو توقف الزيارات إلى مقامات الصحابة في المزار، التي تعد من أهم المزارات في الأردن للسياحة الدينية المسلمة. فقد وصلنا تعميم من جمعية وكلاء السياحة بناء على طلب الحكومة بتاريخ 19/5 بوقف إرسال الزوار من طائفة البهرة. طائفة البهرة نحن وكلاءها بالأردن منذ 8 سنوات، حيث أن الزوار من هذه الطائفة يأتوا إلى الأردن عن طريقنا، ومن ثم كانوا سابقا إلى دول الجوار سوريا وإلى القدس. والآن لعدم تمكنهم من زيارة مقامات الصحابة في المزار الجنوبي، ألغوا جميع حجوزاتهم معنا ولم يرسلوا أي مجاميع إلا بعد أن يتم فتح زيارة المزارات، مما أدى إلى انحسار عملنا بدرجة كبيرة، لا سيما أن السياحة الدينية المسلمة كانت تشكل 60% من حجم عملنا كمكتب سياحي. والآن نحن نعاني معاناة كبيرة، حيث أننا لا توجد لدينا أعمال تغطي مصاريف مكتبنا، وتوجهنا إلى وزارة السياحة وإلى هيئة تنشيط السياحة وإلى جمعية وكلاء السياحة بالشكوى رسميا، والطلب إليهم بأن يفتحوا ويسمحوا لنا بإرسال المجاميع السياحية إلى المزار، وترتيب آلية بيننا على ذلك. وقامت وزارة السياحة مشكورة بإرسال كتاب إلى وزارة الداخلية مترخ 4/9/2013، إلا أنه ولغاية الآن بعد مضي 20 يوم لم ترد وزارة الداخلية على هذا الكتاب. وكنا على أمل أن نقوم بمقابلة أمين عام وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي، وانتظرنا الاتصال، إلا أنه لم يأتنا أي اتصال بالتوجه إليهم وترتيب الموعد. وها نحن ما زلنا نعاني من هذا الوضع، ونأمل أن ينظر لنا نظرة جدية، وللسياحة بشكل عام ليس لنا. نحن موضوعنا الشخصي المادي والمعنوي متروك أمام القضاء، لكن السياحة وهي السياحة التي تهم البلد وهي رافد رئيسي لميزانية الدولة والدخل الوطني، والكل يعلم بأن سيدنا جلالة الملك يعمل جاهدا على استقطاب وتشجيع السياحة إلى الأردن، بينما نجد هنا بعض الأشخاص والأفراد والجهات تقف عائقا أمام ذلك. نتوجه من هنا ومن هذا المكان
إلى جلالة سيدنا الملك عبد الله بن الحسين الثاني المعظم طول الله عمره أن يوجه تعليماته إلى الدولة بالنظر بهذا الموضوع والعمل على حل هذه الإشكالية، فلا يجوز أن تعطل السياحة الدينية بسبب أفراد قلة أو مجموعة قلة، كما نأمل من وزارة الداخلية أن يكون لها دور فاعل وفعال، ونحن نثق كل الثقة في وزير الداخلية، فهو شخص معروف للجميع بحزمه وعليه أن يقوم بواجبه في هذا المجال. هل نحن في عصر البلطجة؟ هل يجوز أن يسمح لثلة من هؤلاء البلطجية أن تقوم بتعطيل مشروع يدر على قرية المزار الجنوبي الكثير من الخير والذي يخدم السياحة لهذه البلد التي تتمتع برافد سياحي جيد، وهي مقامات الصحابة وواقعة مؤتة، إن هذا العمل يضر بالاقتصاد الوطني الأردني، حيث أن في عدم توجه السياحة الدينية إلى الأردن تخسر الأردن الكثير، وهذا أمر غير مقبول بتصور أي شخص سواء مواطن أو فرد أو حكومة.